الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين تونس هي ترشيش مملكة سليمان وأرض الخلاص الأبدي هذا الشام الحقيقي ترشيش نسبة لترشيش ابن يوان ابن يافت ابن نوح عليه وآله الصلاة والسلام إذا هي أرض الأنبياء والمرسلين منذ الأزل وهي منطقة الفرشيش بين الجزائر وتونس قبل الإسلام يسمون الفراكسيس أو الإفراكسيس تلاميذ عيسى رسول الله عليه وآله وأمه الصلاة والسلام وهي أرض الأريسيين الذين ذكرهم رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام لهرقل ابنهم البرشيشي الذي ما زال قبره بمدينة السلوان بالقصرين اقتسمت العواصم بين تبسة في الجزائر والتي كان اسمها طيبة القديمة وولاية القصرين تونس والتي كان اسمها سيلوام وفي ولاية القصرين عواصم كثيرة منها منها سفيتلة ومنها المدينة القديمة تلابت ومدينة حيدرة وهؤلاء العواصم كانوا قد ذكروا في التاريخ وفي التوراة والإنجيل ولاية قفص التي كان اسمها قبصة إيل ذكرت أيضا في التوراة نسبة للحضارة القبصية كما كان لولاية جابس دورا في تلك الحضارة العريقة كما يعرف بالحضارة الحامية والمكابية كابسوس والتي كان فيها ميناء ترشيش سفن ترشيش التي كانت تحت ملك النبي سليمان عليه الصلاة والسلام كما كانت له السفن حيرام ملك عاصمة تونس الآن مدينة صور وليس قرطاج وهي أهم المدن الفينيقية وصاحبة إمبراطورية تجارية كبيرة وضمت العديد من المناطق الفينيقية الفينيقية المجاورة وقمع حيرام ملك سور تمرد مستعمرة تيرين الأولى أوتيكا المرجع مواجهة إيبون الفصل 18 سفر الملوك سفر الملوك 10 لأنه كان للملك في البحر سفن ترشيش مع سفن حيرام فكانت سفن ترشيش تأتي مرة كل ثلاث سنوات أتت سفن ترشيش حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا وطواويس كما انتقلت العواصم في تلك الدائرة في العاتر ولاية تبسة في ما يوصف بالحضاره العاتريه، سفر يشوع، عين رمول وعاتر وعاشان اربع مدن مع ضياعها، في ولايه القصرين في المدينه الكنعانيه تلابت، والتي فيها سبع معابد منها اقدم معبد يهودي في العالم، لان ومعابد مسيحيه وكنيسه مسيحيه. لا زالت لحد الان لها كرسي في الفاتيكان والتي تعني تل المجد تل ايبك ايبك كلمه ايبك معناها المجد ولذا هي مدينه مجدون التي ذكرت في التوراه وتالا وهي التي تعني التيار اكتيالا لكثره عيونها المتدفقه سوفيتلا سفانتيلاو المقدسه لاوي وكذلك مدينة حيدرة التي تعني الجرأة والتي أطلق عليها الإمبراطور الروماني هدريان اسمه وأطلق عليها بيت إيل وجعلها مركز للعبادة ثم انتقلت في عهد الإمبراطور قسطنطين إلى أكبر كنيسة مسيحية مقدسة في العالم كما عرفت تونس باسم عاصمتها ترشيش وكما عرفت تونس عرفت أرض ترشيش باسم عواصمها التي كانت في منطقة ترشيش كما يذكر تاريخ كل أمة باسم عاصمتها ولا ننسى الحضارة الإسبرطية بمدينة إسبرطة ليبيا وكذلك مدينة قرينة ليبيا والتي تعني الإكليل كورونا وقد لقبت البلاد التونسية ايضا باسم القيروان والتي تعني التاج كروا ومما يلفت انتباه ما وجد في بعض اكتشافات اثريه المعلن عنها سنه 1773 نقوشا فينيقيه اثريه في جزيره سردينيا ترجع الى القرن التاسع قبل الميلاد يعني في زمن النبي سليمان عليه وآله الصلاة والسلام جاء في سفر النبي اشعياء الذي يحمل اسمه اعلى جبل تونس جبل اشعياء النبي لحد الان ان الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الاول يعني حدد مكان تونس قبل الجزائر يعني مع حدود الجزائر ان الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول لتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب إلهك قدوس إسرائيل لأنه قد مجدك وبن الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك لأني بغضبي ضربتك وبرضواني رحمتك يعني بعدما أنساها كل العالم أظهرها وهذه هي نبوءه كشف الهيكل وها قد كشف المكان الذي فيه هيكل سليمان بجبل اشعياء النبي عليه الصلاه والسلام ومن هذا المنطلق يجب ان نستعيد تاريخنا ومجدنا الشام الحقيقي الشام المقدس الشام الكنعاني الذي فيه الأرض المقدسة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته